مساء الخير، حلقة جديدة وموسم جديد من ترند، ومعانا النهاردة أخبار كتيرة جدا وتقارير وحاجات كتيرة جدا، وكمان معانا ضيفة دينا. ازيك يا دينا؟ ازيك يا محمد؟ عامل مذيع عندي يا دينا. بيقولوا ده قصتك في الإذاعة بقى، دخلتي ازاي الإذاعة دي؟ والله أنا قصتي جت كلها بالصدفة. كان في شخص ما بدون ذكر أسامي شافني، فشاف إن أنا فأقدم معاه برنامج معين، فكلمني يعني عن البروجرام. الشخص ده يعني هو شغال ايه عشان هو تخليك شغال مذيع معتمد من نقابة الإعلاميين وعنده بروجرام عنده في نقابة الإعلاميين؟ في نقابة الإعلاميين. بصراحة حاسس إن أي حد دلوقتي بيعدي بيشتغل مذيع، ودي حاجة بحقيقة لا تليق. طب وده مضايقك في إيه؟ يعني ايه مضايقني في ايه؟ يعني ده جاي على اعصابك قوي ليه؟ لان في قانون في البلد. ماشي اوكي، حضرتك انت تشتغلي مذيعه لما يكون عندك تكوني عضو نقابه اعلاميين. طيب هل انت مش عضو نقابه الاعلاميين تطبق القانون 88 بالحبس والغرامه؟ اوكي انا ما اختلفناش، بس دلوقتي برضو في نفس القانون اللي انت بتتكلم عنه، ان اي حد بيقدم بروجرام بياخد افاده من القناه وبيعمل ايه؟ كارنيه خاص. حضرتك معاكي كارنيه الافاده؟ معايا. وريهوني. اوريهولك ازاي على الهواء؟ وروني نشوفه. حضرتك بتنتحني الصفة يعني؟ نصابة. لا انا عايز اسألك بقى سؤال. هل انت مفوض من هيئة قانونية ان انت تتكلم بالموضوع؟ طبعا ده؟ نقابتي لازم احافظ. انت عضو أحافظ في النقابة. أحافظ انت أحافظ مش رئيس نقابة. لازم احافظ على نقابة الاعلاميين. مش كل حد يعدي من قدامي بتاعي يقولك انا مذيع. لا يا جماعة، الموضوع ده لازم يقف. لمت صح؟ طيب يعني انا ما قلتش كده، انت اللي قلتي، بس هي فعلا شكلها عمل كده. طيب يعني دلوقتي بنشوف ناس كتيره قوي تقول تعمل حلقه ب 5000 جنيه ومعديه، تقول لك انا مذيعه. تروح تشتري هوا وتقوم قايله انا مذيعه. انا ما بعملش كده. انت بتشتري بقى ايه؟ انا ما بشتريش. انا بيبقى في بروجرام، حد عايزني اقدم البروجرام ده، فانا بروح باخد مرتب من الشخص ده، او باخد ثمن الحلقه وبعمل الحلقه. انت درستي اعلام عشان تطلع مذيعه؟ اخدت كورسات في الاعلام، واخر حاجه كانت في كليه اعلام جامعه القاهره لسه من اسبوع. يعني ايه مؤهلاتك عشان تشتغلي مذيعه؟ طب انا ممكن اسالك سؤال؟ لا حضرتك ما تسالينيش، انت حضرتك ضيفه عندي هنا، فانت حضرتك تجاوبي على اللي انا بقولك عليه. ما لا انا من حقي اجاوب، من حقي. لا يعني من حقك تجاوبي؟ يعني لما كلامك يكون مش عاجبني او شايفاه ان هو ما فيهوش رد، عادي مش هرد. تمام، يبقى هترد علينا النقابه بقى. يعني اهلا وسهلا بالنقابة على راسي. يعني ما هو لازم يا جماعه. ما هو انا بقول لك، هل انت هيئه مفوضه ان انت تتكلم؟ انت مجرد عضو نقابه زيك زي اي حد، مالكش حق ان انت تتكلم. انا بحافظ على القوانين اللي الدوله حطتها. دوله، والدوله مستنيه. الدوله المصريه انت عشان عندها تحافظ الدوله على القوانين. الدوله المصريه حطت قوانين وقالت ان القانون 88 ان اي واحد لا ينتمي لنقابه الاعلاميين او ما عندهوش تصريح مزاوله مهنه يتم تطبيق عليه الغرامه او الحبس. تمام. انا مش بتكلم عليك، انا بتكلم على الفوضى اللي حاصله من اللي احنا بنشوفها مش عارف مين. وبعدين في افعال كتيره جدا بتحصل وبتتاخد بفكره انا مذيعه، انا مذيع، زي الراجل النصاب اللي هو نصب على الناس، عمل برنامج اشترى هوا بمبلغ وراح نصب على بلد بحالها. اكيد بقول لكم يا جماعه انا بكره بس قاعد. على فكره عايز اقول لك حاجه يا محمد، ده في مهن كتير مش في الاعلام بس. خلينا في الاعلام لان احنا بننتمي ليه يعني. اوكي انا معاك في ده، وطبعا في ناس كتير قوي طالعين، وعلى فكره خريجين اعلام، مش شرط ان هم يكونوا خريجين مش عارف، وغير مؤهلين بالمره ان هم يشتغلوا مذيعين. لا مفيش حد خريج اعلام مش مؤهل يعني، خلينا نتفق على حاجه. ياخد فرصته. معلش ثواني بس، اي حد خريج اي كليه خلقها ربنا، مش بس اعلام، انا ممكن اكون خريجه الكليه دي، بس انا يعني ممكن يكون مظهري، ممكن تكون ميولي، يعني ممكن يكون تفكيري، ممكن يكون عقلي غير مؤهل ان انا انتمي للشهاده دي فانا اشتغل بيها. يعني انت الحمد لله ما دخلتيش كليه اعلام هتبقي مذيعه، واللي دخل كليه اعلام مش تبقى مذيعه. ايه الكلام ده يا جماعه؟ مذيعة على عيننا وعلى راسنا. بس انا هل انا باخد الدراسه؟ انت مين اللي خلاكي تحكمي على ان بتاعت اعلام دي ما تنفعش مذيعه؟ زي انت ما حكمت دلوقتي وانت غير مؤهل. انا احكم حضرتك بقوه القانون. انت مؤهل من القانون او مفوض منه؟ حضرتك معاك تفويض من الدوله او من النقابه ان انت تتكلم؟ يا ماما الموضوع اللي معايا تفويض ولا حاجه، الموضوع لوجيك كده، كل واحد ينتمي. خلاص انا عضو في النقابه وبقول ان في ناس منتحلين صفه. احنا متفقين. انت معاكي مزاوله مهنه وانا بتكلم باللوجيك. انت معاكي كارنيه مزاوله مهنه؟ وريهوني. اوريهولك ايه؟ انت ما عندكيش كارنيه مزاوله مهنه. لا اله الا الله. انا بطالب الدوله ان هي تحبسك على الهوا.
تحبسني على اه طبعا ايوه. طب يا انت جماعه ما عندكيش اتصلوا بالدوله تيجي هنا في الاستوديو تحبسني عشان انا قاعده مستنيه. انت دلوقتي بتنتحري صفه اعلاميه عشان استاذ محمد حسن شايف ان انا لازم اتحبس فخلاص. هو هو مش انا مش هو شايف هو جهه عليا. لا القانون بيقول يا تتغرمي وتتحبسي. يا سيدي انت مالك لما يجي لك قانون انا والقانون نتصرف. انت بتاخدي كام في البرامج اللي بتعمليها؟ انت في النص ليه؟ ده شيء ما يخصكش. يعني ايه ما يخصنيش؟ ايوه ده مش بتقولي انا ما بدفعش فلوس. انا ينفع اجي اقول لك انت بتقبض كام؟ دي من الاسئله اذا كنت بتقبضي اصلا. انت ليس لك الحق انت اذا كنت بتقبضي اصلا. لا الحمد لله انت بتشتري هوا. طب اقول لك على حاجه بسيطه قوي. ما انت عارف القنوات اللي انا بشتغل فيها تروح تسالهم انا بقبض ولا لا. موضوع بسيط وانت تعرف تجيب. ما وصلش ان انا اتكلم مع القنوات اللي هي بتبيع هوا دي. اما تعرف اشخاص بصفه شخصيه جوه هذه القنوات تقدر تسالهم. طب ما تحاولي تشتغلي شغلانه ثانيه. عايز نشتغل ايه؟ سكرتيره، مدرسه، ماليش في الشغل الروتيني، مهندسه، ماليش في الشغل الروتيني. ايه زنقه نفسك في الاعلام ليه؟ انا ما زنقتش والله، هو اللي زنقني. انا مش هتكلم يعني. انت حبيتي الاعلام؟ حبيته قوي. فعاوزه تكملي في المذيع. طب انا هسالك سؤال، انت شايفني غير مؤهله في ايه ان انا اكون مذيع؟ لا انا بتكلم على القوانين. بتكلم على القوانين ماشي، بغض النظر عن القوانين خليها على جنب. ما احنا لازم احنا بنحترم القوانين، لكن ما عنديش مشكله. كلنا بنحترم القوانين. انت شكلك لطيف وبتتكلمي كويس، بس انا بقول لك روحي اعملي النقاب. طيب انا برضو هرجع اقول لك، انا كدينا ابو العلا مؤهله واحسن انت في الاول كنت بتشتغلي في الميك اب من مذيعات. ثواني اكلم الكلام ما تقطعنيش. ده اوكي اتفضل. مؤهله ان انا اكون اعلاميه كمذيعه. اوكي احسن من مذيعات كتير قوي شغالين مذيعات سوري. يعني ما بيتشافوش يعني اصلا. انت يعني ولا ياسمين؟ لا بيتشافوا ولا بيتسمعوا ولا عندهم ثقافه ولا يقدروا يتكلموا اصلا ولا يديروا حوار. يعني انت ولا ياسمين عز؟ طبعا ياسمين عز. معلش مين ياسمين عز؟ مين ياسمين عز؟ اه لا بص انا ما بحبش اتكلم عن الجواري عشان بس نبقى انت بتقولي كده تمام. ليها طبعا ياسمين ليها كل الحق ان هي ترد على الكلام اللي انت بتقوليه ده. كل بني ادم ليه حق الرد. ياسمين مش جاريه. انا ما جبتش سيره ياسمين، انت اللي جبت سيرتها. اه لا ياسمين بتوعي الستات. بص يا محمد، في كده فئه معينه من الستات واخدين ستايل الجواري اللي هو اصلا كدين. حتى ديننا ما قالش ان الست جاريه عند الراجل اصلا بقى من البدايه كده. هي واخده ستايل الجواري عشان تطلع ترند. اوكي حقها يا حر. طب انت واخده ستايل بس حقي ان انا اسمعها او لا؟ انت واخده ستايل ايه؟ انا واخده حق، انا واخده ستايل ان انا ضد الراجل الظالم المفتري الخاين اللي بيدوس على الست. انا واخده ستايل كرامه الست ونجاحها. انت اتجوزت كام مره؟ ايه السؤال ده؟ يعني اكيد عندك معقده. ايه كام مره؟ يعني ما اتجوزتيش خالص؟ يقال لا. انا مش عارف. مش انا مش هكتب. وبعدين ده سؤال شخصي، انا مش من حقي ان انا ارفض الاجابه عليه اصلا، لان انا مش طالعه. حقك ترفضي؟ يبقى انت تتجاوبي. من حقي ارفض الاجابه عليه. يعني انت دلوقتي هتشتغلي مذيعه؟ هشتغل، انا اوريدي شغال. اوكي انا كنت بحاول اسنيكي عن القرار ده واخليكي والله لو اشتغلتي مهندسه هتنفع. طب ايه رايك اشتغل رقاصه؟ انا ماليش دعوه. انا مالي؟ هو يا رقاصه دي مالهاش قانون؟ ماليش دعوه. ما يخصنيش. ليه بعد مش بتتكلم في القانون؟ تعالى لي في القانون. انا مالي؟ مش الرقاصه دي لازم تاخد تصريح برضو عشان تشتغل؟ والله ما اعرفش بجد. ما حاجه ما بتخصنيش، ما بسالش عليها. ازاي حضرتك تشتغلي رقاصه؟ مش انت مثقف وبتتكلم عن القانون وعن الجهات المختصه؟ اه بتكلم في حتتي في نقابتي. ما تقولش نقابتي، انت تنتمي للنقابه، عضو. وانت لا تنتمي للنقابه. ملايين الاعضاء يعني. ملايين. اه طبعا. انت لكن انت مالك؟ هل انت رئيس النقاب؟ اه دكتور. هل انت تملك منصب جوه النقاب؟ لا ما املكش منصب. هل انت جهه قانونيه في البلد؟ بس انا ما ينفعش الاقي كل شويه واحده معديه تقول لك انا مذيعه. ايه اللي مضايقك طيب؟ يعني حضرتك تبقي مذيعه بتاعت ايه؟ يعني انت رايحه جايه مذيعه. الموضوع جاي على اعصابك قوي كده ليه؟ لا ولا يعني قول لي يمكن افهم. حضرتك اللي متوتره. حضرتك اللي متوتره. واضح. هو قاعده مش عارفه اشتغل رقاصه. اشتغلي براحتك انا مالي. آه عادي، كل واحد ليه ميوله. انا ميولي فنيه يا عم، ليه عايز تخرجني من النقطه دي؟ طب انت برضو لو اشتغلتي في ممثله لازم تطلعي كمان قابلة المهنه التمثيليه. اوكي متفقين، بس برضو طول ما انت بتعمل عمل سينمائي بتبقى مخول على الانتاج ويقدروا يطلعوا لك تصريح بالعمل ده وتقدر تشتغل عادي جدا. انت مبسوطه في حوار ان انت تبقي مذيعه ده؟ انا الحمد لله مبسوطه والله بجد جدا. وبتاخدي فلوس ولا بتدفعي فلوس بقى؟ باخد فلوس.
اصل هم بيشتروا الهوا فبيدفعوا فلوس. هم يشتروا الهوا ويدفعوا فلوس، انا اخد فلوس ما ادفعش فلوس. تاريخي انا ضد مبدا ان انا اشتغل ادفع فلوس عشان اشتغل او اطلع. تاريخك المهني بقى يعني عملت ايه في ايه في الاعلام؟ تاريخي المهني في الاعلام؟ لا ما اقدرش اقول تاريخي المهني يعني في الاعلام. يعني افدتينا بايه؟ عملتي لقاءات مثلا مع مين ولا حلقات مع مين؟ افدتك بايه؟ يعني انا البروجرام اللي انا دلوقتي فيه حاليا، خلينا نتكلم في الحاضر، البروجرام بتاعي كله طبي، كل يوم بيطلع معايا دكتور بتخصص مختلف، بقدر ان انا افيد الناس اللي مش فاهمه نقاط معينه في هذا التخصص. والدكتور بيكون دافع فلوس عشان يطلع؟ لا لا، الدكاتره اللي معايا والبروجرام اللي انا فيه دلوقتي الضيف ما بيدفعش فلوس عشان يطلع. هو البروجرام خلاص معمول له انتاج خاص، انا باخد فلوسي والضيف بيطلع في الحلقه والدنيا كلها تمام. وبتجي على القنوات بقى اللي هي بتدفع فلوس او تشتروا هوا يعني، مش لكن مش متعينه في قناه. خلينا نقول ان 85% من القنوات دلوقتي بتبيع هوا، فبلاش نغلط في حتت مالناش فيه. انا مالي، انا ما غلطتش في حد. ما انت بتقول ايه القنوات اللي بتبيع دي، انا مش تخصصي يعني. والله واحد بينتج برنامج او بيدفع بيعمل برنامج، انا مالي، انا مذيعه رايحه بعمل دوري باخد اجري بمشي. جربت تفكري تعتزل الاعلام؟ اعتزل ايه يا محمد، انا لسه داخله، لحقت اعتزل. انا اوعدك اوعدك لما اوصل 50 سنة هعتزل، افكر في الاعتزال كمان، مش اكيد ان انا اعتزل. طيب وانا بقول لهم يا جماعه لو عايزين تقبضوا على اي حد في نقابه الاعلام، اي حد اهو اتفضلوا دينا. ما عندهاش لا تصريح خلاص وطلع على الاعلام فاضي، حياتها الاعلام كله فاضي والناس كلها ماشيه تمام، ودينا هي عيني الوحيده اللي ملوثه الاعلام دلوقتي. اعملي التصريح. طب هسالك سؤال، انت عندك معايا مشكله شخصيه مضايقاك ان انا بشتغل في الاعلام؟ مضايقاني ان انت مش ماشيه بقوانين البلد. طب وقول لي كده كام واحد من اللي انت تعرفهم في مجالك ماشيين اللي انت بتقول عليه؟ انا ما يعني بتكلم عليك انت، حضرتك اللي قدامي. يبقى انت حطك في دماغي. حطيتني في دماغي ليه؟ لا خالص خالص، مش مهم. طيب ليه؟ كفايه كده عليك. تعددت الاسباب. تعالي بقى نروح نرجع لبرنامجنا الرئيسي، احنا بس كنا بنمسي على الناس كده. اروح لشويه اخبار كده، وهو ان عمرو مصطفى بيعلن عن اول مطرب بالذكاء الاصطناعي. عمرو مصطفى يعني ما شاء الله عليه، عمرو دياب مش عارف ايه، ومش اي هو مطرب شاطر وملحن شاطر او ملحن شاطر في الاول. ويمكن كان في حلقه من فتره شفتها، او مش من فتره، ده كانت لسه قريب، محسن جابر كذب عمرو مصطفى في انه عمرو دياب اللي عد او كان بيقعد تحت رجليه ويسمع، يعني كانوا قاعدين جنب بعض كده، فقال لك عمرو دياب كان بيقعد يسمعني وهو يعني. فمحسن جابر كذب الكلام ده الحقيقه كله، وقال ان الكلام ده ما حصلش وشرح القصه دي كلها. فعمرو لو يركز، عمرو مصطفى لو يركز شويه في الفن ويبعد عن الحاجات اللي هي الجانبيه دي بصراحه هيبقى اللت تقصد. ما لا ما مش هنقدر نقول لت، لان هو طبعا يعني بص نجم. خلينا نقول ان الخبر اللي انت قلته ده دلوقتي ده كارثه، كارثه اجتماعيه كبيره لو حصلت، لان احنا كده في مؤشرات لانقراض البشريه اصلا يعني. بص يا دينا، ربنا معاكي، ما تقلقيش ان شاء الله ما فيش انقراض. انا كويسه. انت لا حضرتك، انا كنت باخد الدوره التدريبيه اللي لسه مخلصاها في كليه اعلام اللي كنت بكلم حضرتك عنها في اول الحلقه. كان جزء كبير منها بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي، وان الذكاء الاصطناعي ده لو اتطبق اوريدي البشريه مش هيبقى ليها دور في اي حاجه في المجتمع، فدي كارثه يعني. يعني ربنا يسهل وان شاء الله ما نشوفش كمان. هو قال لك في مذيعات هيبقوا بالذكاء الاصطناعي، وده حاجه كويسه وبسطه. دي كارثه، ده انت هتنقرض ساعتها. لا ما تقلقيش. كمان عاوز ابارك للفنان والنجم ايهاب فهمي، بدا يتسلم عمله بالمركز القومي، مديرا للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبيه. ايهاب فهمي احد اهم النجوم الفتره الاخيره الحقيقه، هو كان ماسك المسرح القومي وعمل فيه طفره حلوه جدا. أكيد. وراح يتسلم المنصب الجديد اللي هو مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبيه. ببارك للبوب ايهاب فهمي، وانا دايما بقول عليه ان هو رمانه الميزان بتاعت اي مسلسل. يعني ايهاب فهمي تحطيه في المسلسل يظبط لك الدنيا كده، ويظبط لك الاداء، ويظبط لك ان هو ممثل تقيل وقيمه فنيه كبيره. بس هو مشكلته انه بيشجع الاهلي، بس مش مشكله، انا بحبه برضه. انت زملكاوي طبعا؟ دي كارثه.
انا شايف ان انتي ماشيه بالكوارث الكتير قوي خالص. زملكاوي ايه بس ازاي كده؟ لا يعني ما تحاوليش تزعلي جمهور الزمالك مننا. انت كده طيب اصلا هروح مش كمان هتزعل. لخبر تاني، وهو الفنانه اشكي يوسف تقريبا اتخرجت خلاص. امبارح كان عرض ثوره الموتى، طبعا تحت اشراف دكتوره سميره محسن، وكان عرض مميز جدا. واعتقد خريجين فنون مسرحيه، هو ده اللي بنتكلم عليه، خريجين اكاديميين فبيعرفوا ممثلين، مش اللي هما مثلا بس خلينا نقول ان يعني 10% منهم اللي بيعرف يوصل كويس. ان شاء الله كلهم يوصلوا. هم لسه بيتخرجوا، ان شاء لا الله لا مش يمثلوا كلهم ويخرجوا بيوصلوا، ما هو ويبقوا في جيل نجوم. قبلهم وفي جيل قبلهم. كلهم لا، دلوقتي اختلفت لان دكتور اشرف زكي بيدي اولويه لخريجي فنون مسرحيه. اوكي فانا عاوز اقول لاشكي مبروك على المسرحيه، وطبعا كان عمل رائع جدا، وان شاء الله بالتوفيق ليهم في اللي جاي. إن كمان شاء الله. هنروح لخبر وكان منتشر جدا، هو فرح الفنانة ميرنا نور الدين. ميرنا من الشخصيات اصلا الجميلة، وتقريبا هي متجوزة مدرب من الجيم، اسماء ابو اليزيد اتخطبت برضه لمدرب في الجيم. ايه الموضوع ده؟ فطلع بقى موضة ان البنات تقول اروح لك الجيم ايه اتعرف على انا رايح. مدرب واتجوز. لا يعني البنات ما بيقولوش كده، يعني هم بيقولوا ان شفت البنات بيعملوا ايه في الجيم، بس طبعا دول نجمات كبيرة يعني، سواء ميرنا او بس هو الجواز في الاول وفي الاخر هو نصيب، بس يعني هي ملوش ميرنا علاقة اتجوزت، فعشان بالفرق. كده ببارك لها. وانا من الحقيقة ميرنا من الشخصيات اللي انا بحبها جدا، لان انا حضرت اول فيلم ليها من حوالي 10 سنين او 8 سنين، وهي ما شاء الله النهاردة نجمة كبيرة. فالف مبروك لميرنا، والف ألف مبروك لاسماك مبروك يا ابو ليها يا اليزيد. رب، إن شاء الله بالسعادة. يعني اعتقد بقى كمان ان الاهلي هيلعب يوم الاحد الجاي. الماتش اللي طبعا كان من يومين جمهور ده كان الوداد رائع وجمهور الزمالك بيشجعوا الوداد، طبعا. والاهلي بيشجعوا جمهور الاهلي. بس كل التوفيق يعني للأهلي للوداد وللاهلي، يعني الزمالكاوي هيشجع الوداد والاهلاوي بيشجع الاهلي، مش مشكله. فان شاء الله واخد ربنا موقف. يكرم ونشوف بطل افريقيا زي السنه اللي فاتت بالظبط. إن شاء الله. والسنه اللي فاتت كان البطل هو الوداد المغربي برضو على الاهلي. كمان حفل الميمة ده هيكون في السنة دي في الساحل الشمالي يوم 21/7، يوم 21/6، كل واحد سنة وعشرين ستة 21/6. بس يعني أعتقد أن لسه السيزون بتاع الساحل لا ده مش ده حضرتك، ما أقامش. حفل الميمة ده حفلة تبع جوائز دير جاست، فهيكون هناك، هيكون في كل نجوم كل الوطن نجوم العربي الوطن كنوع من العربي. دعم السياحة، وان الساحل الشمالي يكتظ بهذا الكم من النجوم في بداية سيزون كمان. يعني ده هو لسه الساحل الشمالي دلوقتي بقى نقطة جوهرية في الصعود بالفن، يعني بيحاولوا شوية يخلوه، يعني مثلا زي الجونة ما اشتهرت بمهرجان الجونة، لا لا فده الساحل الشمالي غير الجونة خالص، لان الساحل الشمالي هي مدينة يعني هتبقى عاصمة تانية، لان العاصمة الصيفية لمصر يعني مقر الحكم في مصر في الصيف من الساحل الشمالي. طبعا. لا ده هو الحكومة عاملة مقرات، يعني ايوه رئاسة مجلس الوزراء، طبعا رئاسة، ايوه، فهتبقى المدينة منطقة التانية يعني. جوهرية فخلاص. وهتبقى حاجة هائلة جدا. دي كانت حلقتنا في ترند النهاردة، يعني حبينا نعرفكم الجانب الناس اللي هي بتقعد تقول انا مذيعة انا مذيعة، جبنا لكم واحدة مذيعة ممن يعني بيشتروا هوا او بيتم التعاقد معاهم بشكل ما. وشفنا قالت لك انا باخد فلوس، انا كنت فاكر ومتخيل ان هم ما بياخدوش فلوس، يعني ده كله بيدفع فلوس. فربنا يهدي بقى ونشوف يعني تقنينة للموضوع ده. واللي عايز يشتغل في الاعلام يكون في النقابة، يعني طبعا هي اللي مسؤولة عن التصاريح، فهنشوف يعني هل يدفعوا فلوس زيادة شوية. يعني لو التصريح اتعمل ب50,000 جنيه علشان اللي هم مش مقيدين في جداول النقابة، تدفع 50,000 جنيه وتبدأ تشتغل بعد كده، يا تشتغل مذيع يا يعني ترحمنا وتقعد في البيت. شكرا، باي باي. ربنا يهديك.